أنا اسمي بسمة، كان وزني 85 كيلو، وكنت لما أطلع مشوار أتغلب كتير كتير. بيتنا على الشارع، مسافة من باب غرفتي للسيارة أصير ألهت، فكنت دايما أحاول إني أضل يعني في البيت. كانوا أهلي دايما يروحوا على البحر ويحاولوا ياخدوني وأنا مرضاش لأني كنت أتعب كتير. كنت كتير كتير يعني أعاني من نظرات الناس إلي. كنت ألبس مقاس 8، كنت تعبانة كتير. أخويا كتير يزعل مني عشان أنا ما روحش على البحر معاه، ومحرات يحلف علي أيمان إني أروح، وأقول له يا أخو ما بقدرش أنا أمشي، رمل البحر بغلبني. كان أولاد أخويا يحطوني على كرسي ويحملوني عشان أروح. انحرمت مدة طويلة يعني من حاجات كتيرة أنا كنت أحبها. كنت أحب أطلع وأنزل وأشم الهواء، لكن زيادة الوزن كانت تخليني مش شايفة يعني الدنيا بعيني. كان معايا ضغط مرتفع في الدم، وكنت أعاني من التهابات في العظم. بدي أتحرك، بدي أقوم، بدي أقعد، ما بقدرش يعني. سمعت بالدكتور محمود الشيخ علي مركز ابن النفيس، شفت صحباتي جيراني قرايبي بروحوا عنده كلهم بخسوا، فأنا ما كنتش حابة أروح عشان أنا ما بمشي ولا بعمل رياضة، ما كنتش متأملة يعني إني أنزل 1%. الحمد لله من أول أسبوعين نزلت 7 كيلو، أول أسبوعين الحمد لله. فضل ربنا وفضل دكتورنا الموقر المشجع، خسيت 35 كيلو. بتغدى غدا صحي، لا يمكن اكل الرز بستبدله بالبرغل، باكل بدل الخبز الابيض خبز اسمر، حربت السكر نهائي. اليوم ان شاء الله هطعميكم اكله صحيه. جبت الدجاج سلقته، رفعت الجلد عنه عشان الدهون، استبدلت الرز ببرغل لانه مفيد جدا. هذه مرقة الدجاج رفعنا منه كل الدهن عشان ما تضر. هنا خضار، بازيلا وجزر وذرة، وقلبناهم وحطينا عليهم قليل فلفل عشان الطعم. وان شاء الله هيني بدي اكمل الاكل ان شاء الله.